اش غادي نقول لك؟ راهم قلعوا اليوم شدوا الطياره، اللعابه اللي معاهم يعني اقل 23 سنه يعني يستحقوا يكونوا معاهم كما قال سي وليد، والفريق يعني قوي والفريق غادي يكون جاهز ان شاء الله، وحتى الطاقم الفني يعني داروا اللي عليهم وغادي يكونوا واجدين ان شاء الله باش يفرحونا مره ثانيه. بالنسبه للتوقع ديالي هو توقع كل المغاربه، لان بعد الحضور المتميز والفتره الذي عشناها مع المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، لا يمكننا ان نتوقع شيء اخر الا ان نفوز بهذا الكأس الذي طال الغياب على رفوف خزانة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لان اليوم نحن نتوفر على فريق قوي، فريق متماسك، فريق منسجم، يعتبر كفريق كما قال الناخب الوطني أنه فريق عائلة، ولا يمكن هذه العائلة أن تخرج خاوية الوفاض في هذه المناسبة، وهذا سيكون تمهيدا لاستعداد لكأس إفريقيا التي ستنظم بالمغرب إن شاء الله في 2025. نتمنى لأسود الأطلس التوفيق إن شاء الله والعودة بالكأس إلى المملكة المغربية إن شاء الله. المنتخب المغربي في هذه الدورة، هذه تعرفي الأخت بأن هذه الدورة تشارك فيها جميع المنتخبات التقليدية اللي عندها ألقاب، تلقوا مصر، تلقوا تونس، تلقوا الجزائر، تلقوا كوت ديفوار، تلقوا غانا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الكاميرون، وما ننساوش المنتخب السنغالي. المنتخب المغربي الآن عليه نسيان ما حققه في قطر، لأن الأجواء الإفريقية تختلف على الأجواء ديال المونديال. المنتخب المغربي عليه بالإمكانيات ديالو وباللاعبين ديالو خص يفوز باللقب الإفريقي، ولكن تبقى مهمة صعبة، نتمنى ذلك، رغم أن كرة القدم ما كاينش هناك منطق. الجمهور المغربي يؤمن بأن عندنا منتخب في المستوى، ولكن هناك كما قلت كرة القدم ماشي علم، كانت منتخبات أخرى مستعدة بشكل جيد، وكان هناك كذلك ما نساوش كاين منتخبات عندها ثقافة ديال كرة القدم الإفريقية، ما عندهاش على الصعيد العالمي، ولكن تجي على الصعيد الإفريقي تتحقق نتائج إيجابية. مثلا المنتخب المصري عنده 7 ألقاب، تلقاو غانا، تلقاو الكوت ديفوار، تلقاو الكاميرون، نيجيريا، والقوة الصاعدة الآن هو المنتخب السنغالي يتفوق على جميع المستويات. المنتخب المغربي الآن كما قلت بالإمكانيات ديالو باللاعبين ديالو على الأقل يبلغ المباراة النهائية، هذا ولكن ما قلت تمنوا لي حظ سعيد ويرجع باللقب الإفريقي اللي كان عندنا في لقب ديال 1976 في اللقاء اللي كان انتهى بالتعادل بإصابة داخل كل شبكة مع المنتخب الغيني. ولكن كرة القدم طورت الإفريقية، يجب كذلك على المنتخب المغربي أن يؤمن بقدرته لما لا الفوز بهذا اللقب. الحظوظ ديال المنتخب الوطني قائمة، باعتبار أنه المنتخب الإفريقي الوحيد اللي وصل نصف نهائي كأس العالم، هذا واحد من المقومات ديال المنتخبات الكبيرة، واحد من العناصر اللي كتجعل المنتخب الوطني هو المرشح للفوز باللقب الإفريقي. ولكن هناك عوامل أخرى كتدخل في المنافسة، لأنه كأس إفريقيا الأمم ماشي هي المونديال، الكوت ديفوار ماشي هي قطر، المنتخب الوطني هذه السنة ماشي هو المنتخب الوطني الحالي، إذن هناك متغيرات، هناك عوامل أخرى غتدخل في المنافسة. ثم أن المنتخب الوطني تعد له المنتخبات الأخرى بشكل كبير، وشفنا في المباريات الإعدادية منتخب الكوت ديفوار، منتخب بلد المنظم، عنده منتخب مؤهل للفوز باللقب، كاين أيضا المنتخب المصري، منتخب السنغالي، منتخب نيجيريا ما شفناش، ولكن أكيد أن المنتخب النيجيري غتكون عنده الكلمة ديالو في هذا كأس إفريقيا. إذن أعتقد بأنه هذا الكأس هذه وهذه الدورة هذه غتكون من أقوى الكؤوس والبطولات الإفريقية، أكيد، لأن المنتخبات الإفريقية بلغت واحد النضج تكتيكي وتقني عالي، على اعتبار أنه اللاعبين أغلبهم إن لم أقل كلهم يلعبون في البطولات الأوروبية، لاعبون متميزون عندهم إمكانيات كبيرة تعتمد عليهم أنديتهم،
في البطولات المحلية. إذن أكيد أننا سنشاهد وسنستمتع بكأس إفريقيا للأمم من أفضل الدورات ومن أفضل النسخ.